تبنت الحكومة عدداً من الإجراءات الاحترازية للتعامل مع تهديدات فيروس كورونا، حيث حرصت الدولة على تطبيق إجراءات وقائية أو احترازية في منافذ دخول الجمهورية سواء الجوية أو البرية أو البحرية، مع الكشف عن كل القادمين عبر منافذ البلاد والتأكد من عدم حملهم للفيروس ولو في مرحلة الحضانة. كما شددت الأجهزة الحكومية رقابتها على جميع شحنات الواردات القادمة للبلاد مع إخضاعها للكشف قبيل دخولها للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا. الحكومة أسست كذلك موقعاً للحجر الصحي في مطروح لوضع جميع الحالات المشتبه فيها حتى يتم التأكد من سلامتها، إضافة إلى مستشفى لحجز وعلاج الحالات المصابة إلى أن يتم شفاؤها وخروجها إلى منازلها. وحرصت أجهزة الدولة كذلك على تطبيق مجموعة من الإجراءات التدريبية في عدد من المؤسسات للتعامل مع أي ظهور لأي حالات في التجمعات البشرية. كما بدأت الدولة في إعداد مجموعة من المواد الإعلامية ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي لرفع الوعي الصحي وكيفية انتهاج السلوكيات الصحية القويمة الكفيلة بعدم نشر الفيروس. وتتضمن الخطط الاحترازية مجموعة من الإجراءات التي تتمثل في رفع درجة الاستعداد وتنبيه على جميع المدارس بضرورة وجود خطط للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية، فضلا عن تنفيذ إجراءات النظافة العامة داخل المدارس والإشراف على إجراءات مكافحة العدوى والاهتمام بصحة البيئة المدرسية، بالإضافة إلى تهوية الفصول بشكل جيد. وتهدف الخطط إلى رفع درجة استعداد الطلاب والمعلمين وكافة عناصر العملية التعليمية في مواجهة الطوارئ المحتملة من خلال اتباع مجموعة من الإجراءات التي تكفل الحفاظ على سلامتهم. من جديد لحضراتكم التحية مرة ثانية، والجميع بيتابع ما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات على المنافذ اللي بيقوم البشر بالدخول منها سواء المطارات أو المنافذ البرية. الحكومة المصرية أيضا بتقوم بمجموعة كبيرة من الإجراءات لمتابعة ما يدخل للبلاد من لحوم حية ومن مناطق تداول اللحوم والمنتجات الغذائية بشكل عام في هذه الظروف الطارئة اللي بيمر بها العالم أكمل. مجموعة كبيرة من الإجراءات اتخذت من قبل وزارة الزراعة وقطاع الطب البيطري والتعامل مع المنافذ الخاصة بدخول اللحوم الحية وأيضا تداول اللحوم داخل الأسواق المصرية. ده هيكون موضوع حواري مع ضيفي الكريم، هذا الجانب الآخر للتعامل مع فيروس كورونا. ضيفي الكريم في الاستوديو الدكتور طارق عبد القادر، مدير عام التقصي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة. أهلا بحضرتك دكتور. بداية، ماذا تعني إدارة التقصي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية؟ إدارة التقصي هي البحث عن المرض، يعني هو دورها إيه؟ إنها بتدور عن المشكلة على أساس إن هو تاخد إجراءاتك لمنع حدوث أو انتشار الأمراض، ومن خلالها إن أنا بحط خطة للسيطرة على المرض بصورة كاملة، أقدر من خلالها إن أنا أقضي عليه أو أحد من انتشاره أو أي إجراء أقدر أقوم بها. تمام. الإجراءات اللي اتخذت من قبل وزارة الزراعة؟ الهيئة العامة وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتقوم بإجراءات احترازية فيما يخص كل من هو ذو منشأ حيواني، يعني أي حاجة واردة من الخارج سواء لحوم أسماك إضافات أعلاف أو خلافه بتقوم بفحصها. أضافت نقطة وبند مهم جدا في لفحصها، وهو للفحص ضد مرض أو فيروس كورونا. من خلال هذه الإجراءات بالتعاون مع المعهد بحوث صحة الحيوان تم حتى تاريخه من بداية ما أعلنوا في الصين حوالي 960 عينة تم سحبها من كل ما هو زي ما بقول لحضرتك ذات أصل. احنا بنتكلم على اللحوم، بنتكلم على اسماك واعلاف، كمان اعلاف اضافات اعلاف، ايه تاني؟ كبده، الكونترات الموجوده، كل من هو يعني الاستهلاك الادمي، يعني حاجه طبعا الغرض الاساسي هو الحفاظ على صحه الانسان. طيب حضراتكم كنتوا اصلا بتقوموا بهذه الاجراءات بشكلها الطبيعي، اضيف للتقصي الفيروس، اضيف للفحوص المعمليه اللي بيتم فحصها في معهد بحوث صحه الحيوان، إضافة موضوع الفحص عن فيروس كورونا على أساس زي ما قلت لحضرتك التأكد من خلو كل المنتجات الداخلة إلى مصر إنها تكون خالية من هذا الفيروس.
احنا كنا فاكرين ان هو يعني زي الانفلونزا، لكن هو ممكن ينتقل عن طريق المأكولات يعني؟ مفيش معلومات مؤكده حتى تاريخه، ولكن هي منظمات العالميه اعلنت انها ممكن من خلال التلامس، يعني هو وسيله اللي ممكن يعني لو شخص مصاب ولا حاجه ممكن لو مسك سلعه او لمس سلعه من السلع دي ممكن لا قدر الله يحصل لي اي مشكله هنا في مصر عن طريق دخولها الى مصر. فاحنا بنقوم بهذه الاجراءات زي ما قلت لحضرتك، اجراءات احترازيه زي فحصها، زي ما قلت لحضرتك فحصها في معامل وزاره الزراعه، على اساس ان انا زي ما قلت لحضرتك بنتاكد من خلوها من مرض فيروس كورونا، الى جانب طبعا الاجراءات اللي هي الفحص المعملي المعتاد يعني هذه الكلام عن اللحوم الحية بيتم التعامل معها ازاي؟ يعني احنا مثلا في منافس في الجنوب للجمال مثلا، في لحوم حية بتدخل مصر بشكل او باخر، اغلبها بيبقى من السودان، ايه التعامل؟ دي بيتم فحصها للامراض الوبائية المعتادة زي ما بقول لحضرتك، ولكن احنا يعني كهيئة او هيئة العامة للخدمات البطنية وزارة الزراعة زي ما قلت خدنا الاجراءات اللي هي الاحترازيه على اساس ان احنا نمنع دخول اي امراض وبائيه لهذه لمصر من خلال الفحص المعملي ضد الامراض الوبائيه المختلفه، سواء اي امراض موجوده في دول جوار او نمنع حدوثها او انتقالها او دخولها الى مصر. مزيد من المتابعه ولفتح جانب اخر في الحوار، دكتور احمد شاهين استاذ علم الفيروسات معي عبر الهاتف. دكتور احمد تحياتي لحضرتك في البدايه. أهلا وسهلا بحضرتك. والسؤال المتكرر هذه الأيام، لأنه هي المعلومة اللي بيرغب الجميع في معرفتها، الانتقال لهذا الفيروس، طرق الانتقال كيف تكون؟ طرق انتقال الفيروس بيكون أولا أهم حاجة عندنا اليد، يعني عن طريق الكحة، عن طريق السعال، عن طريق طبعا ملامسه الفم والفم والانف. لان فيروس لا ينتقل الا على مسافه متر، لذلك حتى في المشي بتاعنا لازم يكون حاجه اسمها المسافه الامنه بين كل شخص واخر، تجنب العدوى، كذا من المصافحه، المخالطه، ملامسه الاسطح، ملامسه الانف والاذن والحنجره، الزحام، البعد عن طبعا الزحام والاماكن المكتظه. دي من الحاجات اللي لان الفيروس بيكون موجود في الرذاذ اللي بيخرج من الانف، في اللعاب، موجود كذلك في البراز، لان طبعا اول امريكي اصيب بالفيروس وكان مريض بالفيروس عزلوا الفيروس من البراز، كذلك اليد المروسه. كل دي الحقيقه من الحاجات اللي مخلطه للمريض وما الى غير ذلك. التعامل مع متابعة ما يجري في العالم، الجميع في انتظار مصل أو لقاح ما، هل بتعتقد من خلال متابعة حضرتك أنه الإجراءات بتتم بشكل سريع، أنه هذه النتيجة ممكن أنها تظهر بشكل سريع أم لا؟ هم طبعا كل اللقاح أو المصل طبعا هذا الموضوع أثار جدلا واسعا وأشعل سعارا محمولا بين العلماء في كل بلدان العالم، ولكن السرعة لم تكن أبدا يعني ما هي سرعة أيام، سرعة سنين، سنة مثلا، سنة ونص، لأن في مراحل في تصنيع اللقاح. أولا بنجربه على حيوانات التجارب، وبعد حيوانات التجارب بنجربه على المتبرعين، بعد المتبرعين على بنجربه على التجارب السريريه يعني في المستشفيات، وبعدين بنرفعه لهيئه التغذيه وهيئه الغذاء والدواء. اجراءات طويله. اجراءات طويله طبعا، حبالها طويله ممكن تقعد سنه او سنه ونص اكثر من كده. ولكن يعني لاني طبعا العلماء قالوا حاليا انه لا يوجد علاج لهذا الفيروس، لا نملك الا علاجا واحدا اللي هو غسل اليدين والنظافة الشخصية. غسل اليدين مهم جدا، بنغسل يدينا 20 ثانية بالمية والصابون، 20 ثانية أقل، يعني هم قالوا إن أقل مدة 20 ثانية في غسل اليدين، التأني في غسل اليدين طبعا 20 ثانية وأكثر من مرة في اليوم بشكل مستمر يعني. بالظبط، بعد طبعا بعد المصافحة، بعد التعامل، المخالطة، بعد ملامسة الأسطح،
وما الى غير ذلك من الاسطح. طبعا عندنا ان الفيروس بيعيش على الاسطح زي مثلا الزجاجيه والمعدنيه والبلاستيكيه عند درجه حراره 10 مئويه بيعيش اسبوع، عند درجه 4 مئويه بيعيش شهر كامل. اصبح طبعا التلوث خطير جدا. ده بقى اللي بيقودني للسؤال اللي الجميع بينتظره، يعني او فصل الصيف اللي الجميع بينتظره، لكن منظمه الصحه العالميه خرجت علينا امبارح ولا اعلم يعني تاكيد هذا الخبر من عدمه، ولكنه نشر في يعني وسائل اعلام ذات ثقه يعني او ذات ثقل، انه درجه الحراره المرتفعه لا تقتل هذا الفيروس. هل هذه المعلومه صحيحه ام خطأ؟ بالضبط. هو احنا كنا ايام زمان بندرس للطلبه تلامذتنا ان الفيروس بيكون موجود طول السنه في الصيف والشتاء، ولكن يبلغ ذروه في الشتاء وينحسر في الصيف. حاليا دلوقتي بقى الفيروس اصبح ممكن يعيش في الصيف، الصيف المقبل، او ممكن يمتد السنه هذه النوبه، لان الفيروس من شانه كالتحور، تطور وتحور، لان هو له شريط وراثي واحد اللي هو قابل اللي هو فيه الطفرات بتكون موجوده، والشريط الوراثي ده لحكمه ربنا ان هو دهني. كلمة دهني يعني يعني يزال أو يقتل بالمطهرات زي السبيرت، الكحول، زي الإيثانول، زي الكلور. يعني مثلا عندنا أسطح ترابيزة مثلا أو الأطباق أو الصحون أو غيره وغيره، دي طبعا ممكن أغسلها بالمية والصابون أو بالكلور، طبعا خفية إن هي تقتل هذا. نعم، لكن فكرة درجة الحرارة ديت مش مضمونة. كان ايام زمان واحنا بندرس الطلبه كانت فعلا قائمه، وبيرسلوهم منحنى، نقول يا اولاد شوفوا المنحنى ماشي في الصيف ازاي، وفي الشتاء بيطلع بيرتفع ذروته وينزل. حاليا دلوقتي كل الفيروس اتطور، طبعا تطوره دون او تحوره طبعا غير مجرى الامور، واصبح ممكن لو جه الصيف، ونسال الله من فضله يكون احنا عكس ذلك، كنا بنيجي الصيف ينتهي منه، ولكن احتمال برضه الصيف الاحتمال قائم موجود الحر وجود الجفاف. هو هذا الفيروس هو فيروس اصلا كان موجود، هو تحور. كان هو موجود، احنا كنا عارفينه من الستينات. وكان لا يصيب الا الحيوان. تطور وبدا يتحور ويصيب الانسان، ومن الانسان للانسان ينتقل من الانسان للانسان، وهذا ما جعله يعني هو اصله تحور. كان الاصابه داخل الحيوان، هو فيروس معروف بالنسبه لحضراتكم داخل الحيوان. كان اول في لا يصيب الا الحيوان، وبدا ان هو في بعض السلالات اللي هي بدات تصيب الانسان ومن انسان لانسان، وهنا مكمن الخطر. اشكرك شكر جزيل على التواجد معي دكتور احمد شاهين استاذ علم الفيروسات، شكرا لحضرتك شكر جزيل. ارجع مره ثانيه لحضرتك دكتور طارق، واحنا بنتكلم على المنافذ فقط، لانه اللحوم اللي داخله سواء حيه او مجمده او كل ما يؤكل يعني داخل الاسواق، هل في حملات ايا كان؟ الحملات شغاله في كل حاجه، يعني حملات رقابه. بس هي زي ما قلت حضرتك، هو عشان يحصل اصابات او تحصل دي امراض، دي من ضمن الامراض الوافده من الخارج، واخد بقى، فهو الرقابه دايما بتحصل على المنافس. طبعا من ضمن زي ما قلت لحضرتك الاجراءات اللي بتتم الاحترازيه دي، من ضمنها برضو بالنسبه للحيوانات الحيه اللي هي الكلاب والقطط، خدنا الهيئه العامه للخدمات البطاريه ممثله قالت انها نعمل برضو فحص للكلاب والقطط، لان في حالات ظهرت، في حاله ظهرت في هونج كونج عزلوا الفيروس من كلب، فبالتالي كلب مقتنى لشخص يعني لشخص. فكان النتيجه خدنا هذا القرار برضو لاجراءات الاحترازيه، ان احنا كل من هو جاي بصحبه، يعني اي راكب جاي من الخارج ومعاه بيصطحب كلب او قطه او كده، بيتم فحصه برضو للكورونا للتاكد برضو من طيب من بالنسبه للناس اللي عندهم الكلاب والقطط في البيت، يعني حيوان اليف موجود في البيت، هل في اجراء معين يتخذوه ولا لا؟ يعني صعب ما دام هو مش مخالط لحد. لا، طالما ما فيش مخالطه وما فيش اي اعراض ظاهره عليه وما فيش اي سخونه او اي اعراض ظاهره، فبالتالي ما فيش منه خوف. وانا زي ما بقول لحضرتك، لكن هو ممكن يصاب بيه. طبعا ممكن. هو زي ما قلت لحضرتك الحاله اللي ظهرت هي حاله كانت وحيده بس، كانت في هونج كونج، ولكن برضو لم تؤكد برضو ان حتى الان ما زالت المعلومات اللي متاحه عن اصابات الحيوانات للاسف برضو المعلومات المتاحه قليله للغايه. كان في قرار بزياده فتره الحجر الصحي للحوم الحيه من 10 ل 15 يوم تقريبا.
مش اللحوم، الحيوانات الحيه. الحيوانات الحيه، الحيوانات الحيه الحيوانات الحيه هي بتحجر فعلا فترات بتصل ل 15 يوم. ده دلوقتي ولا هي طول عمرها؟ لا، هي كان في الفتره اللي فاتت كان ظهر مرض الحمى الودي المتصدع، كان ظهر في السودان، فكان من ضمن الحاجات اللي كانت خدتها الهيئه او القرارات اللي خدتها انها زياده الحجر، زيادة فترة الحجر، والكشف بنسبة 100% لكل الحيوانات الواردة، على أساس زي ما قلت لحضرتك يعني إن برضو ده من الأمراض اللي هي اللي تنتقل. كل حيوان موجود، كل حيوان موجود، مش عينة عشوائية يعني زي ما بيحصل مع لا مش عينة عشوائية بنسبة معينة، لا بيبقى 100% لكل الحيوانات الواردة، على أساس إن أنا لأن ده من الأمراض برضو اللي هي الوبائية القاتلة اللي هي حمى الودي المتصدع. وكانت كانت صعبة أصلاً يعني كانت ظهرت في السودان في الفترة الماضية، وكانت من ضمن الإجراءات الفترة اللي فاتت إن إحنا كانت الإجراءات الاحترازية اللي اتخذت من قبل وزارة الزراعة. أغلب المنافس بالتأكيد هي خارج العاصمة، هل التعاطي بيتم في معامل وزارة الزراعة الموجودة في كل محافظة ولا الأجهزة موجودة هناك؟ لأن احنا بنتكلم على فيروس جديد، انتوا كنتوا بتعملوا الإجراءات دي بشكل روتيني لمجموعة ما من الأمراض. الكورونا ما كانش موجود في الحسبان. اللوجستيا يعني بيتم ازاي؟ اللوجستيا بتتنقل العينات إلى معهد بحوث صحة الحيوان في وزارة الزراعة في الدقي، على أساس زي ما قلت لحضرتك هو الإمكانيات متاحة في خلال هذا المعهد إن هو بفحص العينات للتأكد من خلوها من المرض. فالإمكانيات كلها المتاحة حاليا هي في المعهد من خلال المعهد بحوث صحة الحيوان. الموضوع في التعامل مع الحيوانات بقى الحية يعني مفيش خطورة، لأن احنا يعني بنتكلم على احنا عندنا ثروة حيوانية كبيرة، عندنا ناس بتربي في البيوت الفلاحين موجودة بشكل يومي في حياة كتير من الناس، مفيش أي خطر حتى هذه اللحظة؟ الحمد لله مفيش حاجة، وحتى زي ما قلت لحضرتك يعني حتى البيانات الواردة من الصين مفيش حاجة بتؤكد أو بيانات مؤكدة إن هو موجود أو بتحصل إصابات في بعض الحيوانات، ولكن هي المشكلة إن هو ما هو دكتور أحمد قال إن هو أصلاً جاي من الحيوانات. لا ده بالنسبة اللي هو الفصيلة ده أصل دي فصيلة محورة، الفصيلة دي المحورة دي بتنتقل من إنسان لإنسان، ولكن كان السارس اللي هو كان يعتبر ابن عمه كده او يعني حاجه من شبيهات لي، وكان ده كان تم اكتشافه في الخفافيش الى جانب اللي هو الميرسكوفي اللي هو بتاع الشرق الاوسط اللي هي كورونا الشرق الاوسط، دي كانت برضو كان تم اكتشافها او تم عزل عينات منها من بعض الجمال، فبالتالي هي ده عشان كده كان دي حاجات شبيهه لي، ولكن بالنسبه للكوفيد 19 ده هو ليه اتسمى كوفيد؟ يعني ليه اتغير اسمه كوفيد لكورونا؟ هو كورونا فيروس 19 هو تم اكتشافه في 2019. ده اختصار يعني. اختصاره بالظبط كده، انما هو كورونا فيروس يعني هو ده يعني اختصار لاسمه يعني. الأمراض اللي موجودة عند الحيوانات زي حمى الودي المتصدع، الحمى القلعية، أيا كان النوع، إذا الحيوان لم يمت هل أكله بيصيب الإنسان بأمراض ولا دي حاجة لا تنتقل من الحيوان للإنسان؟ لا هو الكورونا هو المختلف. لا الكورونا زي ما قلت لحضرتك الكورونا هو ما فيش حالات تم اكتشافها في الحلقة، في يعني كل العينات جت سلبية، يعني كل الإجراءات اللي تمت أو العينات اللي اتسحبت والله الحمد لله جت سلبيه من كل لان زي ما قلت لحضرتك مفيش بيانات مؤكده ان هو موجوده في الحيوانات، ولكن بالنسبه للاجراءات التانيه بالنسبه مثلا زي مرض الحمى القلعيه، الحمى القلعيه مثلا ده اجراءات بتتم بصفه دوريه داخل المجازر بالنسبه للحوم والكشف على اللحوم، يعني انتقاله الانسان لا للاسف يعني من خلال الاجراءات اللي بتتم وكشف على اللحوم في المجازر الحمد لله ما فيش اي حاجه وما فيش اي حاجه بالنسبه للانسان يعني. اذا الاجراءات اصبحت مضاعفه بالنسبه ومشدده شغل اكتر يعني. بالظبط كده. عموما بشكر حضرتك شكر جزيل وكل التوفيق لحضراتكم في مهمتكم. ربنا يستر على بلدنا ويستر على مصر دايما يعني من اي حاجه من اي سوء. دكتور طارق عبد القادر مدير عام التقصي بالهيئه العامه للخدمات البيطريه في وزاره الزراعه، شكرا لك شكر جزيل. شكرا لحضرتك شكر موصول لحضراتكم ايضا مشاهدينا الكرام، غدا حلقه جديده من القاهره.